من هم النساء الاثنا عشر اللواتي تبرأ منهن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا، المرأة التي تغضب زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. ثانيا، المتشبهات من النساء بالرجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. ثالثا، الواشمة والمستوشمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. النمص يقصد به النامصة هي التي تقوم بنتف الحاجبين أو ترقيقهما، والمتنمصة أي المفعول بها ذلك بناء على طلبها. رابعا، النساء الكاسيات العاريات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. خامسا، النائحة. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. النائحة هي التي تكثر النواح، أي الصراخ والبكاء والعويل على الميت، مثل النساء عندما يموت شخص يبدأن بلطم الخدود وشق الجيوب. سادسا، المرأة المبالغة في الحداد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا زوجها، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام. سابعا، غناء المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة. صحيح الألباني. ثامنا، المرأة المصادقة للدجال. عن عبد الله بن مسعود قال: من أتى عرافا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. صحيح الجامع. تاسعا، المرأة التي تصبغ شعرها بالسواد. حين جاء أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى رأسه كأنها الثغامة بياضا، قال: غيروا هذا أي الشيب وجنبوه السواد. صحيح الألباني. عاشرا، المرأة التي تطلب الطلاق بدون عذر شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. صحيح الألباني. 11، المرأة المستعطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. صحيح الجامع. 12، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. رواه البخاري. فاحذري أختي الكريمة أن تكوني ممن يتبرأ منهما الرسول صلى الله عليه وسلم.